شكرا بارك الله فيك. بالنسبه احنا لرؤيه الهلال بالنسبه لولايه صفاقس فبالتنسيق مع اخيانا في الرصد الجوي، الملاحظه هي انه تعذر رؤيه الهلال لوجود سحب في الافق حاليا، والله نسال انه يهل علينا شهر رمضان بالخير واليوم البركه، وان يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برغم بعض الالام. فاحنا ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يهل علينا هذا الشهر بالخير واليوم والبركه، خصوصا وانه حسب معطيات تهم الرصد الجوي فانه القمر يغيب اليوم الثلاثاء 16 جوان في كامل انحاء البلاد التونسيه بنحو 14 دقيقه في اقصى الشمال و9 دقائق في اقصى الجنوب. نشوف سي حمزه الرحال عن الرصد الجوي قد يبعث في الارساليات ويتكلم في دار الافتاء بتونس العاصمه للافاده بهذا الموضوع. على كل مجموعة من الدول الإسلامية وتقريبا معظم الدول الإسلامية تتحرى هلال شهر رمضان هذا اليوم الثلاثاء، وهو معايا سي حمزة الرحال عن المعهد الوطني للرصد الجوي. سي حمزة أهلا وسهلا مرحبا بك. بالنسبة للآن قاعدين نقوموا بعملية رصد هلال شهر رمضان، حاليا لم نتمكن من رؤية الهلال نظرا لوجود سحب الأفق. نعتمد نعتمد توا في آلة بمسمى عندنا بالمنظار أو التلسكوب. أيوة. ولم نتمكن من رؤية الهلال. بالنسبة اليوم غدوة هي الرؤية ممكنة حسب المعطيات اللي تقولوها أنتم، فإن الرؤية ممكنة بالنسبة اليوم غد، خصوصا يا سرور وأنه كما قلت معظم الدول الإسلامية تتحرى هلال شهر رمضان اليوم. في مقابل آخر فما دول كما سلطنة عمان والمملكة المغربية وإيران والهند وبنغلاديش وعديد من الدول الإسلامية في قارة أفريقيا، فإنه تكون الرؤية بالنسبة لها يوم غد الأربعاء 17 جوان باعتبار وأنه غدوة هو اليوم الموافق ل 29 من شهر شعبان عند هذه الدول. إلى جانب ذلك فإنه الهلال ما ينجم يتشاف يعني قبل بدقيقة ما عدا في داكار بالسنغال اليوم الثلاث، يعني هذا على الأقل من المعطيات بالنسبة للمدن العربية والإسلامية والمدن العالمية اللي يغيب فيها القمر قبل غروب الشمس اليوم في أغلب المدن العالمية ما عدا مدن جنوب القارة الإفريقية وأمريكا الجنوبية، إذ يمكث القمر تقريبا فترة متفاوتة على غرار سانتياغو، يمكث القمر فيها 27 دقيقة ويكون في ارتفاع على الأفق بنحو 4 درجات. هذه طبعا فكرة عن رؤية الهلال في مجموعة الدول العربية والإسلامية والعالمية. وحبيت أذكر بالخبر اللي جينا من خيانا في المعهد الوطني للرصد الجوي والوعظ الجوي الديني بأنه تعذرت رؤية هلال شهر رمضان بالنسبة لهذا اليوم، وبالتالي فإنه حسب مدينة صفاقس أكيد فما اتصالات قاعدة تجرى الآن بدار الإفتاء في تونس العاصمة وبالولاية لطبعا التنسيق مع مختلف جهات الجمهورية في انتظار كلمة سماحة مفتي الجمهورية بخصوص رصد هلال شهر رمضان.